مشاهدينا نرحب فيكم مرة ثانية، وصلنا معكم إلى لقائنا الأول اللي طبعا فقرتنا الحوارية راح نتكلم فيها عن دور جمعية الشفافية الكويتية في مراقبة الانتخابات البرلمانية لأمة 2022 وعلاقتها مع المنظمات الدولية. بالضبط ورود، أيضا مشاهدينا حديث أكثر حول هذا الدور المهم في انتخابات أمة 2022. يسعدنا ويسرنا أن يكون ويانا الدكتور فهد درقيب رئيس جمعية الشفافية الكويتية. صباحك الله بالخير دكتور، حياك الله معنا. صباحك الله بالنور يا هلا اخوي نواف ورود، وارحب فيكم في السعادة المشاهدين. حياك الله، منورنا ومشرفنا اكيد. صباح الخير يا كويت دكتور. دائما انتم حاضرين في كل الميادين تقريبا المعنيين في حضورها، لكن هذا الميدان وهذه الايام ويا انتخابات 2022 اللي راح تكون ان شاء الله الخميس القادم ايضا حضور مهم، وكما كان حضور مهم ايضا في الانتخابات السابقه. عن دوركم في يوم 29/9 بالضبط. بصراحة احنا يعني من 2008 احنا نتابع نراقب انتخابات، ودائما يكون في وجود فريق دولي، وهذا من صلب عمل جمعية الشفافية. يعني احنا كنا ننسق مع الجهات المعنية في الانتخابات من وزارة الداخلية، العدل، البلدية، الإعلام، للمشاركة في مراقبة الانتخابات بوجود وفد دولي ومتطوعين محليين من شباب وشابات الكويتيين. قبل يومين سوينا لهم دورة يعني تعلمهم أساسيات الرقابة، وفي بعضهم من المتطوعين معنا من الانتخابات السابقة واللي قبلها. جميل. وهذا من صلب عمل الجمعية، والجمعية تشارك أيضا في أعضائها يشاركون في مراقبة انتخابات دولية رئاسية كانت أو برلمانية، وسبق أن يعني صار هذا الشيء، وهذا من يعني من أساسيات عمل جمعية شفافية مع الاستشارات اللي تقدمها والقوانين اللي تقدمها اللي تدعو للنزاهة وتكافح الفساد. نعم نعم. طيب دكتور فهد، طبعا إذا بنتكلم عن المعايير اللي تقيسون فيها يعني مؤشر الفساد وإن وجد. هو مؤشر مدركات الفساد اللي تعنينا. هو مؤشر دولي يطلع من منظمة الشفافية الدولية تي آي اللي حنا فرع الوطني لها في الكويت. المعيار فيه موازين عدة، يعني لو نتكلم مثلا عن الديمقراطية، معيار الديمقراطية في عملية التصويت، في عملية الدوائر، في عملية الكشوف، عملية التوزيع الجغرافي. هذه كلها المعايير تؤخذ في هذا هذه القياسات تؤخذ في هذا المعيار. اللي تعطي النتيجة النهائية في التجربة الكويتية مثلا إذا نتكلم عن الكويت. هي وكل سنة يختلف المعيار، يعني في سنة تسوي يكون المعيار معيار المؤشر عن الديمقراطية، سنة ثانية عن الشراكة، الشراكة تعني ما بين المجتمع المدني والحكومات. وكل دولة لها قياسات معينة ومؤشرات معينة. فهذا المؤشر، مؤشر مدركات فساد، هو من يعني أقوى المؤشرات الدولية اللي يؤخذ فيه قياسات وضع الدول اللي ينعكس إيجابيا في وضعها إذا كانت دولة جيدة، ومن المؤشرات اللي تعطي إشارات أن دولة مكافحة للفساد مهتمة بالنزاهة راح ينعكس عليها في الاستثمارات الخارجية، الاقتصادية، المالية. صح. تصنيفها الدولي يأخذون من هذه من نتائج هذه المؤشرات. طيب دكتوري أتساءل يعني الآن، تخيل أنا وياك الحين يوم 29 ورحنا واحدة من المدارس اللي فيها التصويت، وأنا الحين يعني تبع الجمعية ومعلق الهوية عشان تعرف علي الموجود هناك المنظمين الداخلية وغيرها إن أنا عضو في الجمعية أو جاي أشوف طبيعة ما يجري في الانتخابات. يعني شو اللي يصير بالضبط؟ هل أنا سجل تقارير أدخل هذه اللجان، ولا شنو بالضبط دوركم المنوط فيه في العمل في الانتخابات؟ لا، جمعية شفافية لها خبرة دولية يعني. وتمشي على نمط دولي أو يعني طريقة دولية، في استبيانات، في مراقب معنا داخل اللجنة يعرف عن نفسه في طريقة نتبعها، يعني يعرف عن نفسه للقاضي وهذا، ويدخل ويقعد بالزاوية. ما له علاقة باللي يجري، احنا مو إشرافية، احنا رقابية. بالضبط. علاقته فقط يلاحظ أي تجاوز، أي خطأ، ويقيده في استبانة عندنا. هذه استبانة آخر شيء ننزلها في تقريرنا إن كان محلي أو دولي، ونقدم هذا التقرير للجهات المعنية. جميل. لكن الرقابة ما هي في يوم الانتخاب. من مرسوم الدعوة تبدأ رقابتنا. حلو. حلو. وفي لنا جولات داخل
الجهات الحكوميه المعنيه يعني زرنا الجهات المعنيه الداخليه كانت او البلديه المعنيه في الانتخابات بالضبط اللي تشارك في الانتخابات ونرصد حاليا عدينا التقرير من مبدئي او الاولي حاليا تو الانتخابات ما بدت مو مثل ما هو يعني متصور انه لا انتم في يوم انتخابات فقط لا 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 الانتخابات هي الفقره الاخيره وبعد الانتخابات يطلع التقرير النهائي احنا حاليا اقول قاعد نعد التقرير الاولي الاجراءات اللي قامت فيها الدوله تحضيريا للانتخابات منذ صدور المرسوم والمشاهد اللي شفناها خلال يعني في تجاوزات في عمليات شراء في عمليات يعني استغلال الجهات اللي يرفضها القانون مثل الدوائر العلميه او الدينيه او الاماكن الدينيه هذا ممنوع في القانون بالضبط فاحنا نرصد كل الاجراءات اللي تمت وتكون في تقريرنا حتى يتم تداركها في المستقبل في الانتخابات القادمه السلطه ما عندنا سلطه نعم احنا بس نقدم تقرير مهني يعني فقط تقرير نعم طيب هل التقارير اللي تصدرها الجمعيه يعني تكون محط اهتمام الحكومة ويأخذون فيها مثلا للتغيير لتصليح الأخطاء إن وجدت؟ إيه طبعا أكيد إحنا قدمنا في انتخابات اللي طافت عدة تقارير نعم. وعرضت على الحكومة وعلى مجلس أمة وكان فيه من الحكومة الأمانة فيه تعاون وفيه يعني يسترشدون في هذه التقارير جميل. وتم يعني معالجة بعض الأخطاء تكون فنية يعني ما تكون بعمد يعني أي. فيتم معالجتها ونلاحظ انها تم معالجتها في الانتخابات اللي تلحقها يعني حلو. ففي في تعاون وفي يعني ترجمه لتقارير هذا من ناحيه التقرير المحلي لكن في تقارير دوليه بعد اي تقرير دولي لا هذا مهم يعني مهم بالنسبه للكويت ياثر على اداء اسم الكويت طبعا اسم الكويت وعلى المؤشرات الدولية نعم. وله انعكاسات إيجابية بالطبع إذا تبون أدش بالتفصيل أدش نعم. هو أيضا بتفصيل حتى في يوم الانتخاب اللي هي يعتبر المرحلة الأخيرة لكم أقصد في الجولات وأيضا كتابة التقارير أتسأل عن إذا كانت في بعض المخالفات مثلا إذا بوستات موزعة أو شيء معين من المخالفات اللي أنتم تعتبرونها مخالفة هل طريقة المنع أو تسجيل تقارير تكون مباشرة ولا فقط احنا شفنا هالمخالفة سجلها فيما بعد راح نقول ترى هذه صارت المخالفة في اليوم فلاني في المكان فلاني احنا نتبع الأسلوبين على حسب الحدث في مجال ان احنا نتحرك طبعا مو المراقبين المسؤولين اللي عليهم احنا منبهين المراقبين انهم ما يتحتكون مع احد ولا ما في احتكاك مباشر لا بس يحطون ملاحظات لكن يعطوني انا يعطون المسؤول الاخ راشد الهاجري رئيس المفوضية اللي تابع جمعية الشفافية يعطون ملاحظات احنا نتداركها يعني اذكر علي حادثة في انتخابات اللي طافت ايام كورونا 2020 احد المراقبين عندنا بلغنا انه لاحظ شيء بس مو عارف شنو يسوي قلنا له شنو قال فيه ناس قاعدة تدش هذا اول الصبح يعني تصوت وهي لابسة كمام اي بالضبط تداركنا احنا الموضوع هذا يعني باتصالاتنا مع الداخلية مع العدل وهذا فأعطوا تنبيهات للجان أن لا خلوا يشيل الكمام عشان يصوت ويشوف تشيك عليه فهذه الأمور البسيطة بإمكاننا نتداركها في لحظتها عشان ما تصير بعدين حجة مو هذا عشان كذي أنا سألتك دكتور بأن هل إذا كانت ملاحظة لحظية الآن يجب التغير هل ممكن يتم والله تواصل مباشرة جماعة ترى هذا غلط قاعد يصير إيه في مجال عشان ما يستمر خاصة يعني. لما تحس أنه عفوي يعني ما هو بالضبط ما هو مو متعمد هذا ننبه له بس بطريقة معينة ما يروح المراقب ما يروح يقول للقاضي مباشرة لا ممنوع هذا ممنوع التصوير ممنوع نهائيا يعني هذا مو حنا اللي حاطين هذا شيء دولي معروف يعني وفي تعاون يعني تعاون كبير ما بيننا وبين الداخليه والعدل يعني الملاحظات هذه ما اعطيناهم يعني على طول عالجوها وتم وفي ملاحظات لا نكتبها نقيدها بالتقرير تطلع بالتقرير يعني لاحقا إيه؟ طيب بالنسبه للدوره اللي حضرتك ذكرتها قلت ان هناك دوره لمده يوم للمتطوعين حق يوم الانتخابات صح فهل هذا اليوم يعني كافي على اساس ان هالمتطوع يفهم دوره الرقابي في عملية مراقبة الانتخابات المتطوعين أغلبهم نعم. سبق أن أخذ دورة هذه أكثر من مرة يعني ما يعني متطوعين مو شيء جديد عندنا لكن نعطي إحنا الأساسيات وكل لجنة أو فريق في مدرسة أو في لجنة يكون معاهم شخص مسؤول من الجمعية وفي يعني في عندنا تدرج هم يعبون فقط يلاحظ ويعبي
احنا ناخذ الاستبانات هذه بعدين وندرسها في اشياء يعني عاديه فما ما ما, ما نذكرها بالتقرير وفي اشياء لا مهمه ونذكرها بالتقرير في فلتره لها يعني فيما بعد بس احنا ننبه عليهم الامور الاساسيه يعني لا تتكلم مع القاضي لا تدخل في شيء شفته غلط لا تدخل في بلغ عنه اوكي بس لا تدخل في بلغ يبلغ المسؤولين اللي من من الجمعيه أمور يعني لوجستية نعلمهم إياها شلون يتعامل وين يروح وين يرد منو يسأل عارفين شغلهم هذه الأساسيات اللي نعطيها بالدورة طبعا الدورة الدكتور محمد فيلي هو يعني خبير دستوري والدكتور خالد الرشيدي هم دكتور في القانون أهل خبرة يعني في المواضيع هذه فيعطونهم الأساسيات وإحنا معاهم يعني مو مخلينهم يروحهم فأعتقد اليوم واحد يعني قادرين يستوعبون الاساسيات اللي احنا نبي نوصلها لهم ممتاز اتسال عن الصلاحيات اللي ممنوحه سواء للمتطوعين او حتى للمجلس الاداره او المعنيين في جمعيه الشفافيه في الدخول لهذه الاماكن يعني هل هي صلاحيه كامله صلاحيه مقيده صلاحيه طريقه الصلاحيه المتاحه للدخول لهذه الاماكن تعرف انه لجان مدارس في طريق او طرق منظمه وايضا رجال الامن موجودين يعني هل الهويه كافيه مثلا ان انا ادش هالاماكن طبعا احنا عندنا في تعارض مصالح في بعض يعني اهل المنطقه مثل الدائره الثالثه ما يراقب الدائره الثالثه تغيرون يراقب بالرابعه بالخامسه بالاولى بالثانيه ونفس الشيء في الدوائر الثانيه فعشان كذي المراقبين المتطوعين نعطيهم يعني دائره معينه اللي بالثالثه خلاص بالثالثه هذا موقعه مذكور في هويته للدائره الثالثه مجلس الاداره والفريق الدولي مجلس إدارة عادة هو يكون مرافق للفريق الدولي لا هذول على كل الدوائر موجودين حلو كجولات يروح. كجولات إيه؟ جولات احنا مثل ما قلت لك نبدأ من يوم مرسوم دعوة للانتخابات بالضبط وبيوم الانتخاب من يفتحون الصندوق إلى أن تطلع النتيجة احنا موجودين نعم فموزعين حسب مثل ما قلت إن ما يكون ابن الدائرة بنفس الدائرة يكون دائرة مجلس إدارة لا مذكور عنده تصريح من وزارة الداخلية الكل عندهم تصريح من وزارة الداخلية يسمح لهم بالدخول بس احنا عندنا يعني رقي بالتعامل إذا بغي يدش لازم يستأذن من القاضي يستأذن من الضابط المسؤول موجود يعرفه بنفسه يقول أنا من جمعية شفافية الفريق المراقبة والأمانة يعني كلمة تعاون أكيد نعم طيب دكتور فهد إذا عندك كلمة أخيرة في نهاية اللقاء تحب توجهها للمشاهدين وإحنا تدري نعيش يعني في هذا العرس الديمقراطي وما بقى شيء أيام معدودة إن شاء الله ويوم الانتخابات قريب بإذن الله والله أول شيء أحب أشكركم على تفاعلكم وتسخير الإعلام لليوم الانتخابي ولأجل الكويت وأدعو المواطنين لحسن الاختيار يكون يعني مثل يعني هذه ديرتك إذا ما تختار صح أنت انعكاس كله سلبي راح يصير عليك وعلى عيالك وعلى فأتمنى التوفيق لمن فيه خير للكويت إن شاء الله ويعطيكم العافية مشكورين على هذا اللقاء أنتم موفقين أنتم الفريق التطوعي ومجلس الإدارة وكل من يعمل في جمعية الشفافية دكتور فهد وإن شاء الله هذه الجهود يعني ينتج عنها كل ما هو خير للبلد وللإنسانية مشاهدينا أيضا ورود عندنا يعني زميلنا العزيز عثمان يوقف وعنده شيء بيقول حق المشاهدين الله يعطيكم العافية وأشكر ضيفكم الكريم فعلا اليوم تكلم عن يعني صوتك أمانة العملية الانتخابية وهذا العرس الديمقراطي بإذن الله إن شاء الله راح يكون يوم الخميس وصل صوتك صح بإذن الله إن شاء الله تغيير المسار وتصحيح المسار بإذن الله إن شاء الله يكون بأياديكم ننتقل معكم للحياة الحياة معنا هو عنوان فقرتنا التالية اللي راح تقدمها لنا الدكتورة منى القطان الاستشارية التربوية الاجتماعية لنتعرف معها أكثر على معاني القيم التي يجب أن نحيا بها هذه القيم اللي طبعا ضرورية مهما اختلفت الظروف مشاهدة ممتعة